السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم دليل لأفضل مواقع في المملكة العربية السعودية. أي موقع تبحث عنه في المملكة العربية السعودية هذا الموقع راح يفيدك، ومحدث بشكل يومي وبشكل شهري. هذا الموقع زي ما هو ظاهر معنا راح أرفق لكم في أسفل الفيديو أي خدمات حكومية زي ما هو ظاهر معنا: اتصالات، تسوق، طيران، فنادق، تدريب، تعليم، تجارة، بنوك، تقنية، استضافة، رياضة، شحن، عقارات، وظائف، أسرة، منتديات، سيارات. الموقع هذا راح تستفيدون منه وراح أشرح لكم الآن هذا الموقع. أول شيء هذا نبدأ الموقع، نخش هنا تظهر معنا زي ما هو ظهر معنا مواقيت الصلاة في الموقع بجميع اللغات زي ما هو ظهر معنا في الأعلى. نخش هنا التقويم، هذا هو التقويم زي ما هو ظاهر معنا. نخش هنا التوقيت، الساعة الآن. نخش هنا الترجمة، سرعة النت، آلة حاسبة، تحويل عملة، الطقس، تداول، الخرائط. هذه هنا نخش على هذه الأيقونة راح تطلعنا جميع الوزارات في المملكة العربية السعودية زي ما هو ظاهر معنا. أي وزارة تبي تدخل عليها بس اضغط على الوزارة. دخلنا الآن وزارة التجارة، الآن دخلنا موقع وزارة التجارة الرسمي، هذا هو. نقفل، نخش برضو وزارات، أي وزارة، وزارة الرياضة، وزارة الأسكان. لو دخلنا الآن وزارة الأسكان، الآن فتحنا موقع وزارة الأسكان الرسمي. هذه جميع الوزارات في المملكة العربية السعودية. هنا جميع الجامعات، أي جامعة في المملكة العربية السعودية راح تظهر لك هنا. نضغط على الرابط، مثلا دخلنا على جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام، نضغط، هذا هو فتح لي الموقع. أدخل على الجامعات، هذا هي مثلا وزارة التعليم، فتح لي موقع وزارة التعليم زي ما هو ظهر معنا جميع الجامعات، جامعة الإمام. فتح لي موقع جامعة الإمام. هنا تلفزيون، أي قناة تستطيع مشاهدتها بالضغط على هذه الأيقونة. ضغطنا الآن قناة القرآن الكريم، هذه القنوات اللي ظاهرة، مثلا دخلنا القرآن الكريم. الآن زي ما طلع لي قناة القرآن الكريم، خش أي قناة هنا راح تحصلها، تضغط على القناة وراح يدخلك. الشيء الثاني هنا الراديو، أي راديو تستطيع سماعه، مثلا إذاعة القرآن الكريم. الآن نسمع، طيب نقفل. هنا جميع الراديو، راديو الرياض، جدة، القرآن زي ما ظهر معنا. هنا الطقس، أي مدينة تبي تشوف الطقس فيها، خش مثلا الرياض يعطيك الطقس ومعلومات. هنا المحول العربي، هنا الخدمات، تقويم أمور القرى، الأسواق العالمية، أسعار النفط، أسعار الذهب، تحويل فيديو، مثلا نبغى نحول فيديو بس تنسخ الرابط هنا يحول لك فيديو، الصوت، مفاتيح الدول، التقويم الدراسي، سمة، سداد. أي موقع زي الآن دخلنا مثلا مفاتيح الدول، الآن تظهر معي قائمة مفاتيح الدول جميع أنحاء العالم. هذه خانة، نقدر برضو نضغط على تصفح القرآن، هذا هو طلع لي القرآن. أقدر أتصفح القرآن وأي جزء وأي صورة زي ما ظهر معنا. هذه من قائمة خدمات زي ما ظهر معنا جميع الخدمات.
هنا هذه الأكثر زيارة، الخطوط السعودية بوكينج، مثلا ضغطنا على الخطوط الأيقونة فتح لي على طول الخطوط السعودية. أي أيقونة تضغط عليها راح تظهر هنا أفضل فنادق الرياض، مكة، جدة، المدينة، دبي. لو دخلنا مثلا على مكة يفتح لي على طول موقع بوكينج، ونبحث عن فنادق في مكة المكرمة، الرياض، القاهرة، تايلاند، المزيد. هنا القرآن الكريم، أبشر، السعودية. مثلا دخلنا على أبشر فتح لي على طول أبشر، هذا هو الموقع الرسمي. هنا تليجرام، سناب، سكني، إحسان، كورونا، دخلنا على كورونا بعد، ناجز. هذه صفحة كورونا تبع وزارة الصحة زي ما هو ظاهر معي الآن. هذا الموقع الخاص بكورونا. الآن ننزل تحت، الآن أي بريد إلكتروني عندك، جيميل، ياهو، آي كلاود، نستطيع البحث، نضغط عليه بالخانة هنا. مثلا دخلت على ياهو، عندي ياهو مثلا، على طول يفتح لي الياهو. أقدر أدخل الصفحة الثانية، الصفحة أقدر أدخل على موقع صور، بحث عن صور، موقع الهيئات، هيئة الترفيه، هيئة الزكاة، الغذاء والدواء، هيئة الاتصالات. دخلت مثلا على هيئة الاتصالات تفتح لي موقع هيئة الاتصالات. هنا الهيئات، هنا مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، تحت اليوتيوب على طول، تويتر، الواتساب، تيك توك. ندخل الصفحة الثانية، سناب، تليجرام. الصفحة الثالثة هذه المواقع العالمية، هنا الأخبار العربية. الصفحة الثانية الثالثة مثلا موقع العربية، افتح لي موقع العربية. هنا الجرائد، أي جريدة راح تظهر معك. دخلنا على العكاظ، ما افتح الموقع حق عكاظ، خش الرياض، فتح. اي جريدة راح تظهر معك، اضغط بس على الرابط. هنا الصحف الالكترونية، سبق، هذه هي صحيفة سبق، هذه هي عاجل، صحيفة عاجل، اي صحيفة الكترونية. هنا نضغط هذه الصفحات. هنا المواقع تبع رؤية 2030 راح تظهر معك. ننزل تحت الخدمات الحكومية، هذه هي زي ما هي ظاهر معنا، أبشر، ناجز، تداول، طاقات. نخش الصفحة الثانية، العنوان الوطني، حساب المواطن، هيئة الزكاة، سابر، سكني. هنا الموقع الاتصالات، اس تي سي. لو دخلنا على اس تي سي فتح معنا موقع اس تي سي. دخلنا مثلا زين، فتح موقع زين. تخش عن بعد، هذه موقع عن بعد، سكايب، زوم. التسوق وأرض التسوق، موقع حراج، أمازون، إكسترا، جرير. دخلنا على جرير فتح معنا على طول جرير. دخلنا حراج، أي موقع تسوق تحصله هنا. الصفحة الثانية، جميع المواقع التسوق ظاهر معنا. هنا الطيران، تبي تحجز طيران، هنا تخش على أي أيقونة، طيران ناس، هذا هو طيران ناس فتح معنا. هنا جميع المواقع الخاصة بالفنادق، بوكينج، جميع المواقع. هنا جميع البنوك، الأهلي، الراجحي. مثلا دخلنا على مصرف الانماء، هذا هو زي ما هو ظاهر معنا. خش الصفحة الثانية، جميع البنوك المملكة العربية السعودية ظاهر معنا، بنك التنمية الاجتماعي، هذه التجارة، تداول، أرقام. دخلنا على موقع الأرقام تبع سوق الأسهم السعودية زي ما هو ظاهر معنا. خش الصفحة الثانية، منشآت،
بحر. هذه برامج محاسبة. هنا التجارة الإلكترونية، العمل الحر معروف، جميع مواقع التجارة الإلكترونية زي ما ظهر معنا. هنا مواقع التعليم، مدرستي، نور، توكلنا، عين، كتبي، لغتي، واجباتي. مثلا دخلنا الآن على نور، هذا هو نظام نور. هنا مواقع تدريب، إدراك، جميع مواقع التدريب. ننزل تحت هنا مواقع التقنية، هنا موقع الاستضافات زي ما ظهر معنا. هنا الرياضة، موقع الخاصة بالرياضة. دخلنا موقع كورة الخاص بالرياضة زي ما ظهر معنا. جميع مواقع الرياضية. هنا الشحن، أرامكس، سمسا، البريد، فيديكس. هنا المواقع الخاصة بالعقارات، وزارة الأسكان، جميع مواقع. هنا المواقع الخاصة بالوظائف، وظيفة.com، أي وظيفة، طاقات، دخلنا أي وظيفة، جميع الوظائف في هذه الخانة زي ما هو ظاهر معنا. الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، هنا أسرة، جميع هنا اللغة، القوميس والمنتديات والسيارات. هذا الموقع تستطيع تحطه مفضلة عندك، يصير كل ما فتحت النت على طول تدخل ذا الموقع تستفيد منه. هنا نخش الموقع الأكثر زيارة، طلع لك هنا اختصارات للموقع زي ما هو ظاهر معنا. حبيت أشرح لكم هذا الموقع وأفيدكم، ولا تنسوا الدعم واللايك والاشتراك، وراح أرفق لكم الموقع في أسفل الفيديو، ونشوفكم على خير، في أمان الله.